هنا فاش كنجيو الاخوان المقاولات غير باش نعرفوا عدد السائقين، عدد المقاولات هنا في نقل الطرق المسافرين كاينه 1700 مقاوله، وهنا هنا هاد المقاوله يعني وحده عندها جكيران 3 10 كاين اللي عنده 90 كاين اللي كاينه 1700 مقاوله في النقل ديال المسافرين. في النقل المدرسي كاينه 4560 مقاوله، والمقاوله دائما راه عندها 10 20 مركبه يعني ها كيصوبوا هاد السائقين. النقل المستخدمين كاينه 950 مقاوله وفيها عدد المركبات، هنا نسيت ما ذكرتش المركبات. في نقل المسافرين كاينه 2152 مركبه، وهاد المركبات ما كيخدمش فيها شيفور واحد، كيخدموا فيها عدد كبير. فاش كنجيو للنقل المدرسي عدد المركبات 10109، يعني 10109 شيفور. فاش كنجيو للنقل المستخدمين عدد المركبات 1789، يعني 1789 شيفور واكثر. النقل السياحي 5107 مركبه، يعني 5107 شيفور واكثر. نجيو للنقل بالعالم القروي عدد المركبات 1446 شيفور، يعني كل مركبه راه عندها سائق. ها راك دابا الصح. فاش كنجيو للنقل الطرق البضائع عدد المقاولات 28000 مقاوله و990، عدد المركبات 103000. اسمع مزيان، عدد المركبات ديال النقل الطرق البضائع 103211 مركبه، يعني كل مركبه خصها سائق واكثر. شو شحال الشيفور؟ هنا هضرنا على نقل الطرق المسافر والنقل المدرسي والنقل المستخدم والنقل السياحي والنقل بالعالم القروي والنقل الطرق البضائع. وهنا كنهضروا على للحساب الخاص. عاد غادي نجيو الناس اللي الاخ سيمو اخي قبل المجانيه كانوا جميع السائقين كيطالبوا بالمجانيه، هي وملي تحقق المطلب ولا اغلب السائقين كيدفعوا الفلوس باش ما يمشيوش للتكوين. لا لا اخي دا شوف اخي سيمو، حنا راه دابا كنهضروا على راه لا يجب ان ناخذ البريء بجريره المذنب. راه كاينين شي فرات اللي ما باغي لا تكوين ما باغي لا كاينين، ولكن راه كاينين الناس الشرفاء. واش حنا غنجيو نديرو القانون نطبقوه او لا ما نطبقوش على واحد الفئه على استثناءات؟ إذن الاخوان هادشي اللي كاين، حنا كنطالبو بالتمديد. فإلا هو جهه التمديد والوزاره، حنا راه سواء الناس اللي كيهضروا على تمديد المراقبه واحد العام او الناس اللي كيقولوا انه يجب ان تطبق المراقبه نهار 1 يناير 2022، فحنا كنتكلموا وكنبداو كنقولوا الراي ديالنا. والوزاره ولا الاداره راه عارفه عندها استنتاجات وعندها حسابات واحصائيات، وعلى نتيجتها غتقرر. يا اما راه ما تخرج لا بلاغ لا والو، بالتالي غيكون البلاغ القديم هو اللي خدام وغتبدا المراقبه، ولا بان ليها انه يجب التمديد راه غدير بلاغ اخر. فإلا ما دارت لا بلاغ لا والو بدات المراقبه نهار 1 يناير 2022، فما عندنا ما نديرو، هذا قرار ديال الاداره، ما عندنا ما نقولو، غنقولو لقد فشلنا. وما اكثر يفشل الناس ما يفشل الناس في ظروف الحياه. ولا هي بالفعل تفهمات الوضع وقررت انها تاجل، فغنقولو لقد نجحنا في مسعانا بمساعده بتوفيق من الله وبمساعده ديال الاداره اللي تفهمات، وبهذا المجهود اللي كيبدلوا واحد العدد كبير ديال لي اخرى. ماشي انا اللي كنهضر، هذا الشيء راه جمعيات ونقابات تطالب بالتاجيل.
هادشي اللي كاين الاخوان اخي، انا سائق مهني، انا مع تطبيق الدوله تحرير القطاع من تنظيم المهني تولد مهنه سائق مهني. اخي السيمو كاين هذا المصطلح كيهضروا به بزاف الناس، كيقول لك يجب تطبيق المدونه. المدونه راه مطبقه الاخوان، واش المدونه عاد غتطبق؟ راه مطبقه، راه باش خدامين دابا جدر مي كيحبسك وعندك مخالفه، واش كيقيد لك بناء على ظاهر 1963؟ راه كيقيد لك بناء على مدونه السير 52.05، راه حتى هي راه ولا دابا تعديل جديد 116/14، فهمتيني؟ هاد المساله اللي كيبقاو يهضروا كيقول لك يجب تطبيق المدونه، و المدونه راه مطبقه، حيدوا هاد الهضره ما تبقاوش تقولوها تطبيق المدونه، المدونه راه مطبقه، ولكن كاين بعض البنود وبعض المواد اللي ما مطبقاش، ولم يحن الاوان لتطبيقها. راه الا طبقات المدونه راه حتى واحد ما غيسوق، غير باش راه ما كاينش اللي غيتحرك. راه حتى المشرع في الماده 318 اللي هي اخر ماده كيقول لك يبدا العمل بهذا القانون ابتداء، او كيقول لك يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 1/10/2010، يعني ابتداء غيبدا داكشي تدريجي. وراه جينا نطبقوا غير الملف الطبي والنص الشيفرات ما غيصوبش. واش عرفتي عدد الامراض التي تمنع السياقه؟ راه كاينين كيصوبوا سواء مؤقتا ولا دائما. راه الا جينا نطبقوا المدونه، الكاميوات اللي غاديين في الطريق والكيران، راه المدونه الا جينا نطبقوا المواد الخاصه بالمركبات راه مشكل. لهذا راه الدوله كتنزل حاجه بحاجه. المدونه راه مطبقه وبها خدامين، وكلما ان الاوان ديال واحد الماده انها تطبق راهم خدامين عليها، لان كما قلتي الا جات المدونه تطبق بحذافيرها كما هي كاينه كما راه ما غيتحرك حتى واحد. كاينين حوايج اللي ما يتحرك حتى واحد. ميدو و نسيت سعيد رشيد زهير، تبارك الله على خير رشيد، تبارك الله عليك، واخا جيتي روطار شويه. والاخوان هادشي اللي عطى الله، تحيه لكم. المهم حاولنا ما امكن اننا نوضحوا ونعاودوا ناكدوا، كنطالبوا بتاجيل المراقبه واحد السنه او على الاقل واحد 6 اشهر مع اعطاء التعليمات للمدارس اللي كدير تكوين هاد المدارس اللي هي معتمده انها دير خدمتها. كاينين بعض المدارس، انا ما كنقولش كلشي، ما كنعمم، كاينين بعض المدارس اللي ما كديرش خدمتها. عبد الله بوتيشي، مولاي عبد الله اخي، انتهت مدة صلاحية بطاقتي المهنية واردت. شوف شوف، المهم اخي عبد الله، راه اشكال كبير دابا. عاد الاخوان بداو، راه كاين اشكال كبير في هذه المسألة ديال البطاقة المهنية وديال التكوين. راه فاش كنطال، راه المشكل ان السائق المهني ما كيهضرش وما كيتفاعلش. السائق المهني كيمشي يدفع في مدرسة، ما كيهضر، ما كيتفاعل، بس الصوت ديالو يوصل للإدارة أن هناك أشياء اللي ماشي هي هذيك. بقات واحد المسألة كذلك لابد أن أشير إليها، واللي هضروا عليها الإخوان في اللقاء ديالهم مع الوزير، هي أوقات السياقة والراحة والعمل. هاد المسألة ديال أوقات السياقة والراحة والعمل هادي راه لا نقاش فيها، 9 سوايع هي اللي كاينه، ما يصدعش شي واحد راسو يحاول يزيد فيها، ولا يقدر يطلب باش ينقص يتذكروا معاه. اما شي واحد اللي كيحاول انه تزاد على 9 سوايع راه غير كيصدع راسو. حنا كنقولوا ان 9 سوايع نعم الشيفور ما يفوت 9 سوايع السياقه، ونعم خصو 12 ساعة في ديك 24 ساعة ديال الديسك، تكون فيها 9 سوايع سياقة وتكون فيها 12 ساعة راحة. نعم هادشي ما نناقشوش، ولكن خاص نصوص تطبيقية باش تخدم الناس. سوايع السياقة والراحة والعمل ما فيهاش نصوص تطبيقية، خاصها نصوص تطبيقية، هذا هو اللي كنقولو. فليس معنى هذا اننا راه حنا
ضد هاد سويع السياقه. كاين اللي كيقول لك اودي كاع اللي كيهضر على سويع السياقه والراحه خصها تزاد ولا ما تهضرش عليها الدوله راه مع الباترونات ولا. لا اخي لا لا لا، كنقولوا انه خصو يكونوا نصوص تنظيميه باش يخدموا الشيفورات. ففاش نعطي مثالين، مدونه السير في الماده 96 كتقول لك ان في البوند 10 كيقولوا انه خص يكون عندك 28 ديسك. حنا عارفين ان اغلب السائقين ما عندهم استقرار في العمل. انا يلاه قال شهرين ولا شهر جيت عيطت لواحد مول المركبه مشيت خدام، لقاوني المراقبه قال لك الديسك ها هو عطيني 28، منين غنجيبها منين غنجيبها؟ وخصني نص قانوني، نص قانوني باش نهضر انا مع داك المراقب مراقبه الطرق ولا جندر. غتقول لي تعطيك الشركه ورقه، عطيني نص قانوني باش نمشي انا نطلب من الشركه. ما كايناش نصوص تنظيميه. جوج شيفورات، واحد ساق المركبه ونزل في نص الطريق والاخر كمل، واش يدي الديسك معاه ولا يخليه؟ الا غيديه فينا هو النص التطبيقي، والا غيخليه فينا هو النص التطبيقي. كاين عدد كبير ديال الاشكالات اللي خصها نصوص تطبيقيه الا بغينا نخدمو الا بغينا نخدمو هاد المساله او نفعلو هاد المساله. هي راه مفعله، راه ماشي ما مفعلاش، راه الناس راه كتراقب في الطريق. راه الا لقاك في 9 سوايع راه كيقيد لك مخالفه، لقاك ما احترمتيش ديك 45 دقيقه راه كيقيد لك. راه مفعله ماشي ما مفعلاش. هي كاين بعض الغموض وكاين بعض الاشكالات، ولكن المهم راه هادشي اللي كاين الاخوان. المهم بركه ليا راه عييت هادشي اللي عطا الله، فاعتذر الاخوان اللي ما بانوش ليا لي دي كوموند ديالهم ولا هادي راه ما. المهم هادشي اللي عطا الله، حنا قلنا داكشي اللي خصو يتقال، الا نسينا شي حاجه راه معذره وصافي. المهم تحياتي وتبارك الله عليكم.